إنها فنانة بيد واحدة، هكذا يلقبها البعض. وبالنسبة لسامية من الصيف، الإعاقة لن تكبح عجلة الإبداع، خاصة في عالم الرسم الذي عشقته منذ الصغر. أنا سامية، مني كنت صغيرة وأنا نحب الرسم، ودوكا كي جيت لدار الثقافة عواري بومدين لقيت أستاذ فواز والأستاذة هادية وجهوني راني نرسم على الزجاج ونرسم سير طابلو. بعدما فقدت سامية ذراعها، وجدت في الرسم أفضل وسيلة لتخطي أزمتها النفسية الحادة. بعد الإعاقة كنت محبطة، ودوكا بالرسم راني معنوياتي مرتفعة جدا جدا، وأنا نحمد ربي يعني كثيرا على واش راني دوكا. والآن يعني دوكا ما نعتبرش روحي أونديكابي أصلا. زملاؤها بدار الثقافة بسطيف يشهدون لها بالمهارة ورفع التحدي لتجاوز عقبة الإعاقة. هذا الفن يتطلب مهارة ودقة، وهناك أخت سامية معاقة، ورغم إعاقتها قدرت تتحدى هذه الإعاقة وأبدعت في فنها. ملي جات لهنا الورشة بعثت فينا روح الإبداع، وديما احنا نستشيروها في أمور، تشجعنا على أمور، تنصحنا بأمور، دارت أعمال ما شاء الله نفتخر بها. يعني رغم الإعاقة تاعها راهي دارت نتائج اللي ما دارهمش الناس هكذا اللي بصحتهم. الرسم بمختلف أنواعه يعد أصدق صورة للإبداع، إبداع يزداد تألقا عندما يكون بيد واحدة.